هسه راح ناخذ نقطة المراقبة، هذا السؤال هو نقطة مراقبة. طبعا انت من تشوف الجذر بأصول التكاملات انت تشيل الجذر، يعني راح يصير عندي هنا نتخلص منين؟ من الجذر. تكامل هاي 2x، x تربيع ناقص 1، طبعا انت الاس عندك هنا 1 فيصير 1 على 2 دي اكس. هسه انا عندي قوس مرفوع لاس، مستحيل تقدر تفتح لي هذا القوس، هذا لا قوس تربيعي. نوبات هو يجيك تربيع انت تقول لي انا بدي افتح القوس التربيعي، اقول لك ايه عادي، اذا هو قوس تكعيبي تفتحها ممكن، لكن انت هذا الاس انت عندك 1 على 2 فلا يمكن فتح القوس. قلنا ناخذ داخل القوس افرض يو، شو يصير؟ اكس تربيع اذا اليو هو اكس تربيع ناقص 1، دائما تروح داخل القوس الرئيسي انت هذا تفرض يو. اشتق هسه بالاشتقاق، هنا بالاشتقاق راح تحصل لي دي يو يساوي 2 اكس دي اكس. هسه تروح ترجع للتكامل مره الاخرى، شوف اكو عندك 2 اكس دي اكس، نعم عندي 2 اكس دي اكس، اذا المشتقه مالت الداخل موجوده. ايش راح اسوي هسه؟ هسه تكتب التكامل هالشكل، نقول تكامل اكس تربيع ناقص 1 اس 1 على 2، وهاي 2 اكس دي اكس. مو شرط انت دائما مشتقة الداخل يخلي لك اياه ورا القوس، لا احتمال يخليه قدام القوس، فعادي يعني ما عندي مشكله. هنا راح يصير عندي نقول لانه مشتقة الداخل متوفره، الداخل القوس هو اكس تربيع ناقص 1، شنو مشتقته؟ 2 اكس موجود، نعم موجود، لك حق هسه تضيف 1 وتقسم على الاس الجديد، هذا ينتهي في موضوع التكامل، هذا تهمله. اذا راح يصير عندك اكس تربيع ناقص 1، 1 زائد 2 هو 3 على 2، واحنا نفهميكم 3 على 2 بعد ما يحتاج انت تقول 3 على 2 هنا بالمقام، بس تقل بتقول 2 على 3 زائد ثابت التكامل سي.